أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن نتنياهو مصمم على المضي في التعديلات القضائية رغم الانقسامات داخل ائتلافه. البنتاغون يعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا وفقا لصحيفة واشنطن بوست. وفي صحيفة وول ستريت نقرأ أيضاً: بعد عام على الحرب، أوكرانيا تواجه تحديات في تعبئة القوات. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع حد لحالة الانقسام، وذلك على خلفية تظاهرات تشهدها إسرائيل احتجاجاً على تعديل النظام القضائي، لكنه أكد إصراره على خطة الإصلاح القضائي. صحيفة فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان: نتنياهو يتعهد بمواصلة العمل رغم انقسامات الائتلاف حول الإصلاح القضائي في إسرائيل. أفادت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على المضي قدما في مشروع تعديل النظام القضائي الذي عرضته الحكومة رغم ظهور الانقسامات حول الخطة حتى داخل ائتلافه المتشدد. وبحسب الصحيفة، أثار الصراع على المقترحات الذي من شأنه أن يضعف بشكل كبير صلاحيات القضاء أكبر موجة من المظاهرات في إسرائيل منذ أكثر من عقد، حيث شارك عشرات الآلاف في احتجاجات والتي انضم إليها جنود من الوحدات الرئيسية في الجيش الإسرائيلي. أكدت الصحيفة أن هذه التحركات تأتي فيما استدعى نتنياهو وزير الجيش الإسرائيلي عقب ورود تقارير إعلامية تحدثت عن أن وزير الجيش سيطالب بوقف التعديلات القضائية. يقول مؤيدو مشروع الإصلاح إنه ضروري لكبح جماح القضاء الناشط بشكل مفرط الذي دفع بأجندة يسارية حزبية، لكن في المقابل النقاد يرونه تهديداً للضوابط والتوازنات الإسرائيلية. ينضم إلينا من غزة مصطفى إبراهيم المختص بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. سيد مصطفى، بداية، على ما يراهن نتنياهو ليضرب عرض الحائط كل هذه التظاهرات والخلافات داخل الائتلاف الحكومي ويمضي قدما في مشروع الإصلاح القضائي؟ نتنياهو يراهن على 74 مقعدا التي فاز بها بتحالفه الذي يعتبره قوي من تحالف الصهيونية أو اليهود المتدينين حريديم، أو يعتقد أن هذه المظاهرات قد تتوقف في لحظة ما، لكن من الواضح أن رهاناته خاسرة حتى الآن، وأن المظاهرات والاحتجاجات تستمر أكثر وتزداد الأعداد أكبر. وبالأمس وصباح اليوم حذر المسؤولين الأمنيين والصحفيين الإسرائيليين أن هناك تهديدات وتخوفات أمنية ملموسة يشعر بها المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، إلى إضافة إلى ما تحدث به الباحثين العسكريين الإسرائيليين وما وجهوا في معهد دراسات الأمن القومي الأسبوع الماضي بالإنذار الاستراتيجي، هو أن الأوضاع الأمنية صعبة وقاسية جدا، وهذا ما تحدث به أيضا رئيس هيئة الأركان هيرتس هليفي عندما اجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأبلغه أن هناك تخوفات خطيرة خاصة بدأت تنعكس على جنود الاحتياط وخاصة من جنود سلاح الطيران الذين يرفضون العودة إلى التدريبات أو العمل مرة أخرى. طيب. وأيضا ما تحدث به رئيس الشباك رونين بارك، كل هذه تحديات خطيرة الصحافة الإسرائيلية تتحدث بها بشكل كبير. حتى الأخطر أن أعضاء من الليكود كدير بركات أفي ديختر أيضا بدأوا يتخوفون من أن هذه التعديلات القضائية أو ما تسمى إضعاف جهاز القضاء قد تعمق الأزمة بشكل أكبر داخل المجتمع الإسرائيلي. طيب، كل ما تتحدث عنه من عصيان داخل المؤسسة العسكرية، الخلاف مع وزير الدفاع، تحذيرات الشباك، كل هذه الأمور كيف يمكن أن تنعكس على الائتلاف الحكومي في ظل الخلافات الداخلية والخارجية؟ يعني حتى الآن لا يوجد انعكاس حقيقي بمعنى أن هذا الضغط قد أثر بشكل كبير.
الائتلاف الحكومي وفريق نتنياهو خاصة ياريف لافين وسمحة رثمان الذين أعدوا خطة الإصلاح القضائي ما زالوا متمسكين بمواقفهم، حتى أن الليكود حتى الآن بالرغم من التحذيرات الأمنية بعض الزعماء في الليكود أو أعضاء الليكود أيضا لم يستطيعوا التأثير على الفريق الآخر. نتنياهو الإصلاحات القضائية والتمسك بها هي طوق النجاة لعدم إخراجه من الحكم ومحاكمته، لذا يعتقد هذا الفريق أن لديهم القوة، لديهم 64 مقعد، لم تبادر أي من الكتل الأخرى مثلا بحجب الثقة عن الحكومة، لم يبادروا بأن يكون هناك ضغط أكثر بالرغم من أن هذه الاحتجاجات في الشارع حتى الاحتجاجات الدولية أو النقد الدولي أيضا لن يؤثر كثيرا على هذه الحكومة المتمسكة بقراراتها، لذا نتنياهو خلف هذه القوة اليمينية الصلبة، وحتى الآن لم يؤثر الجيش مثلا والإضرابات والاعتصامات والعصيان ضد الضباط بشكل كبير وخطير جدا، إذ أن أمس كان استطلاع للرأي أن هناك 70% 57% من جنود الاحتياط ذهبوا إلى تدريباتهم وانضموا إلى وحداتهم، لكن هذا لا يعني أن الوضع خطير وقاسي وأن التخوفات الأمنية حقيقية التي يتحدث عنها قادة الأجهزة الأمنية، والتي انضم إليهم وزير الأمن يؤاف جالانت والذي واضح أنه يعني مورس ضغوط هائلة وحملة شرسة شنت عليه من بعض أعضاء الليكود ليتراجع عن الحل الذي تقدم به كحل وسط ما بين نتنياهو وما بين المعارضة الإسرائيلية. طيب إلى أين يمكن أن تصل الأمور برأيك سيد مصطفى؟ هل يمكن التوصل إلى حل وسط برأيك؟ على ضوء خطاب نتنياهو بالأمس لا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل وسط بالرغم من التخوفات والتحذيرات الأمنية ما تحدث به قادة الأجهزة الأمنية ورئيس هيئة الأركان وانضم إليهم وزير الأمن جالانت. أعتقد أن نتنياهو بخطابه بالأمس كان واضحا أننا سنواصل الأسبوع القادم التعديلات القضائية، لأن ما زالت هناك كتلة قوية خلف نتنياهو 64 مقعد، حتى الآن الخلافات يعني ربما في الشارع الإسرائيلي وقمع الشرطة للمتظاهرين لم تصل حتى الآن إلى منحى خطير كما يقولون، لكن اختار المسؤولين الأمنيين التوجه الأمني والتحذيرات الأمني لكي يخيفوا المستوى السياسي الإسرائيلي ويخيفوا نتنياهو ويخيفوا الشارع الإسرائيلي، مع أن هناك تحديات حقيقية، ما يجري في الضفة الغربية المحتلة، ما يجري أو ما جرى على حدود لبنان، التهديدات الإيرانية، كل هذه إسرائيل تنظر بحساسية لما يجري من هذه التحديات، لكن أعتقد أن جزء كبير منها كان هو موجه إلى الداخل لإخافة الطرف الآخر أو الحكومة أو الائتلاف الحكومي، لكن الائتلاف الحكومي متمسك بمواقفه خاصة سموتريتش وبن غفير وغيرهما من اليمينيين الفاشيين في الليكود. طيب هل من تخوف في حال استمر الوضع على ما هو عليه أن تكون سياسة الهروب إلى الأمام التي يعتمدها نتنياهو من خلال تصعيد أمني ربما في فلسطين أو في لبنان؟ طبعا هناك تخوفات وهي تخوفات يعني يعبر عنها كثير من الفلسطينيين أو يعبر عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثلا على سبيل المثال التوجه بضربة إلى قطاع غزة أو تصعيد الأوضاع الأمنية في القطاع في الضفة الغربية الأوضاع الأمنية مشتعلة، الخوف أيضا من توجه إلى الجنوب اللبناني، لكن مؤشرات تقول أن ربما تكون الجهة الأضعف غزة، لكن ومن يضمن لنتنياهو أن هذه الجبهة قد لا تستمر طويلا وقد لا تستنزف وقد تستنزف دولة الاحتلال الإسرائيلي، يعني هذه خيارات موجودة لدى نتنياهو، لكن هذه لن تنجزه، لن يعني تخلصه من الوضع القائم ومن الاحتجاجات. صحيح أن هناك إجماع إسرائيلي يكون في الحالات الأمنية والحروب، لكن أعتقد أنه حتى لو استمر هذا الحرب هل ستستمر أسبوع سيعود المتظاهرين، لكن إلا إذا امتدت الحرب طويلا، لكن أعتقد في ظل هذه الظروف حتى الآن هذه التخوفات يحاول البعض بثها لكنها تبقى تخوفات حقيقية، إذ أن نتنياهو والحكومات الإسرائيلية السابقة قد فعلت ذلك، هذا لن ينقذه من المأزق الذي وضع نفسه به من خلال الإصلاحات القضائية، لأن هذا
المشروع هو مشروع حياته، إذا لم يكن هناك إصلاحات قضائية بالطريقة التي يريدها والتعديلات القانونية ووضع وتشريع قوانين جديدة، فأعتقد أنه سيجد نفسه في السجن. لذا هو مصمم، هو وفريقه أيضا، هذا الفرز الحاد الذي نشاهده ما بين يمين وما بين يسار، والخلاف على المحكمة العليا والخلاف على القضاء، وأن هؤلاء اليساريين يجب أن ينتهوا. أعتقد أن هذا يعني أصبح هناك تخوفات في إسرائيل، لدرجة أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو بالأمس حذرت وطالبت الإسرائيليين بعدم التحريض، وخوفا من أن يتصل مستويات العنف إلى إراقة الدماء. يعني حتى أن كثيرين يحذروا من أن الأوضاع إذا ما استمرت عليه قد تصل إلى اقتتال داخلي، لكن لا يعني أعتقد حتى الآن أن الأمور قد تصل إلى هذه الأجواء. هل نتنياهو مستعد لتدمير إسرائيل اليوم لإنقاذ نفسه، إن كانت المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة له، ولإبعاد كل الشبهات القضائية له؟ هل من دور أيضا للولايات المتحدة اليوم؟ هل يمكن أن نشهد تدخلا فيما يخص موضوع التعديلات القضائية بصورة صريحة؟ يعني في هناك أطراف في الحكومة الإسرائيلية يتهمون دول غربية ويتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تدعم الاحتجاجات وتدعم التظاهرات، وربما خلال الحديث جو بايدن مع نتنياهو كان الحديث أيضا عن الإصلاحات القضائية، وأن هناك رسائل وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأمريكية أن هذه الإصلاحات قد تضر بسمعة إسرائيل. لكن مهما كانت هذه الضغوطات، أعتقد أن الضغط كما يقول كثير من المحللين الإسرائيليين والعارفين بالشأن الإسرائيلي وباللكود، يجب أن يكون الضغط داخلي، الضغط الخارجي وإن استمر لمدة فترة من الزمن لكنه لا يطول، لأن هناك حكومة ستكون قائمة وهناك مؤسسات يجب أن تتعامل معها تلك الدول، فيجب أن يكون ذلك ضغوط مختلفة، ضغوط من الداخل وضغوط من الخارج، أو كما يسمونها ضغط فك الكماشة، كيف يضغطون وكيف يستغلون علاقاتهم المعارضة مثلا مع الإدارة الأمريكية، مع الحكومات الأوروبية الديمقراطية. لكن في النهاية من يستطيع أن يضغط أكثر؟ الشارع الإسرائيلي. إذا ما ازدادت هذه التظاهرات وكان هناك عنف قد تتوقف هذه التعديلات، لكن واضح أن نتنياهو مستمر، لأن حتى النقد الدولي هو في النهاية لا يستطيع اتخاذ قرارات تجاه نتنياهو. بالأمس أو اليوم نتنياهو موجود بالعاصمة البريطانية لندن، هو لم يعني يتراجع تماما بعد خطابه بالأمس، توجه إلى لندن. حتى يعني صحيح أن اليوم الحكومة البريطانية في بيان مشترك لم يتناول كثير من القضايا وهذا أغضب نتنياهو، لكن أعتقد أن التدخلات الداخلية هي التي يكون لديها أثر كبير، لكن هذا لا يعني ولا يمنع أن سمعة إسرائيل في العالم بدأت تتدهور، بدأت هناك كثير من الدول توجه انتقادات شديدة إلى أن إسرائيل قد تخرج مما يسمى العالم الحر، والتأثيرات الاقتصادية على البنوك وسمعة إسرائيل الاقتصادية وغيرها، ما كما سمعناه من سموتريتش وإنكاره للشعب الفلسطيني، أيضا هذا يأتي ضمن الغضب الفلسطيني ويأتي ضمن أيضا الانتقادات العربية والدولية على أن هذه الحكومة اليمينية الفاشية قد توقع إسرائيل بمشكلات جمة، ليس فقط مشكلات دبلوماسية أو سياسية، قد تصل الأمور إلى مرحلة العنف سواء الداخلي أو اندلاع حرب على أوسع نطاق مما هو قائمة بسبب السياسات الأمنية التي يقوم بها على سبيل المثال وزير الأمن الإسرائيلي نعم إيتمار بن جفير وغيرها من هذه الانتهاكات التي تمارسها. كل نعم هذا ينعكس بطريقة سلبية على دولة الاحتلال، كيف للفلسطينيين أن يستغلوا هذه الفرصة؟ أعتقد هذا ربما ليس مكانه الآن. سنناقشه ربما في وقت لاحق. أشكرك من غزة مصطفى إبراهيم المختص بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. تحت عنوان
شي وبوتين لديهما أكبر تحالف غير معلن في العالم. قالت مجلة فورين بوليسي إن التحالف غير المعلن بينهما أصبح أكثر أهمية بكثير من معظم التحالفات الرسمية للولايات المتحدة اليوم. الجورجيون لا يرحبون دائماً بالوافدين الروس وفقاً لمجلة دير شبيغل، والتي أكدت أن سياسة بوتين تسببت في أكبر نزوح في البلاد. تحت عنوان سيتم حظر تيك توك من الأجهزة البرلمانية في المملكة المتحدة، قالت صحيفة الغارديان إنه من المقرر أن يحظر البرلمان تطبيق تيك توك الصيني مع تزايد القلق بشأن التداعيات الأمنية لاستخدامه. الأمم المتحدة تحذر من أن العالم يواجه أزمة مياه وشيكة وفقاً لتقرير نشرته وول ستريت جورنال، حيث يقول التقرير الأممي إن ما يقرب من 26% من سكان العالم لا يحصلون على مياه شرب آمنة. الأزمة المصرفية عام 2008 واليوم، الأمر مختلف هذه المرة وفقاً لدير شبيغل، حيث استبعد خبراء اقتصاد حدوث عدوى مصرفية، حيث صمدت بعض القطاعات مثل قطاع التكنولوجيا، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون انحسار خطر الأزمة المصرفية. قام البنتاغون بشن ضربات جوية رداً على هجوم نسبه مسؤولون إلى متشددين مرتبطين بإيران. صحيفة واشنطن بوست تناولت الموضوع تحت عنوان البنتاغون يشن ضربات في سوريا بعد مقتل وإصابة أمريكيين في هجوم مسيرة. نقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن طائرة مسيرة هجومية ضربت موقعاً عسكرياً أمريكياً في سوريا في وقت سابق، مما أسفر عن مقتل متقاعد أو متعاقد أمريكي وإصابة جنود أمريكيين، وهو ما دفع البنتاغون لشن ضربات جوية انتقامية. أوضحت الصحيفة أن الضربات الجوية الأمريكية تأتي رداً على الهجوم الذي يعتقد أن جماعة موالية لإيران شمال شرقي سوريا نفذته، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جوية دقيقة مستهدفاً مستودع أسلحة في مدينة دير الزور. من جانبه قال وزير الدفاع لويد أوستن إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأمريكيين، وسيتم الرد دائماً في الوقت والمكان المناسبين. أكدت الصحيفة أن الجنرال مايكل كوريلا مدير القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة قال أن الولايات المتحدة لديها خيارات قابلة للتطوير في حالة تصاعد التوتر مع إيران أو تصعيد القوات التابعة لها. تواجه أوكرانيا أزمة في عدد القوات المتاحة للقتال في ظل تهرب بعض الرجال في سن التجنيد من التعبئة. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت الموضوع تحت عنوان بعد عام على الحرب تواجه أوكرانيا تحديات في تعبئة القوات. قالت الصحيفة إنه بعدما بدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا اصطف آلاف المتطوعين خارج مراكز التجنيد العسكرية، لكن بعد مرور عام على الحرب وسقوط العديد بين قتلى وجرحى ما جعل العديد يتهرب من التجنيد رغم حاجة كييف لزيادة قواتها. أضافت الصحيفة أن السلطات الأوكرانية تسعى جاهدة للقيام بعمليات تجنيد، إلا أن ذلك غالباً ما يحدث مع أولئك الذين ليس لديهم الرغبة أو التدريب على الخدمة، وهو ما دفع العديد من الأوكرانيين لدفع مبالغ مالية للفرار من التجنيد أو اللجوء لتجاهل الاستدعاءات العسكرية. ووفقاً للصحيفة فإنه حتى الآن تمكنت أوكرانيا من تجديد صفوفها بانتظام ونجحت إلى حد كبير في صد هجوم روسي استمر لشهور في الشرق، حيث تنتظر تدفق عشرات الآلاف من القوات الجديدة، وكثير منهم تدربوا في الغرب لقيادة هجوم الربيع المخطط له. أكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن الدعم للجهود الدفاعية لا يزال مرتفعاً، يبدو أن المتطوعين الراغبين في الانضمام لصفوف الجيش آخذ في التضاؤل. مع انتشار الغضب بشأن إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، قد يكون الوقت قد حان للبلاد لإعادة التفكير في صلاحيات رئيسها. صحيفة فاينانشال تايمز طرحت تساؤلاً حول الموضوع في مقال بعنوان هل فرنسا على طريق الجمهورية السادسة؟
تقول الصحيفة إن تمكن حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تمرير القانون الخاص بإصلاح نظام التقاعد دون تصويت يزيد من خطر أن يتجه الفرنسيين للتصويت لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الشعبوية كرئيسة في عام 2027، حيث ارتفعت نسبة التصويت لليمين المتطرف في جولات الإعادة الرئاسية تدريجياً لتصل إلى 41% العام الماضي. وفي ظل غضب الفرنسيين والعنف المستشري في البلاد، تؤكد الصحيفة أنه لا يمكن لفرنسا أن تستمر على هذا المنوال، موضحة أنه قد حان الوقت لإنهاء الجمهورية الخامسة بصلاحيات رئيسها وتدشين عصر الجمهورية السادسة الأقل استبداداً. تقول الصحيفة أن هذا الإصلاح الذي قدمه ماكرون يرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، ويرى معارضو هذا الإصلاح أنه غير عادل خصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في الوظائف الصعبة. ووفقاً للصحيفة، يرى مراقبون أن إصلاح نظام التقاعد والاحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثراً لا يزول في ولاية ماكرون الثانية، بعدما جعل الرئيس الفرنسي من هذا المشروع رمزاً لسياسته الإصلاحية. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. ديمتري ميدفيديف يقول أن التهديد بنهاية العالم النووية يتزايد. وفقاً لصحيفة برافدا، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن كارثة نووية تقترب بسبب إمداد كييف بالأسلحة الغربية. كييف بوست تقول أن سلوفاكيا أرسلت 4 طائرات ميج-29 إلى أوكرانيا وستتبعها 9 طائرات أخرى، لتصبح بذلك ثاني عضو في الناتو بعد بولندا يتعهد بتقديم الطائرة لكييف. موقع أكسيوس يقول أن إسرائيل أبلغت واشنطن ودولاً غربية عزمها على ضرب إيران إذا خصبت يورانيوم فوق مستوى 60%. يجب على الصين والفلبين إدارة الخلافات بشكل صحيح، هكذا عنونت جاكرتا بوست، حيث تصاعدت التوترات الثنائية مؤخراً بسبب الخلافات البحرية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. في تصريحات لصحيفة اليابان تايمز، وزير خارجية تايوان يؤكد أن هناك انخراطاً متزايداً للدبلوماسية غير الرسمية، حيث أكد المسؤول أنه على الرغم من مساعي بكين لعزل تايوان، شهدت تايبي العديد من الزيارات الغربية في تجاهل متزايد لتحذيرات بكين. وسط شكوك عالمية متزايدة بشأن موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، صحيفة واشنطن بوست تناولت الموضوع تحت عنوان تيك توك يواجه مستقبلاً مجهولاً بعد جلسة استجواب في الكونغرس. قالت الصحيفة إن المشرعين خلال جلسة استماع بالكونغرس اتهموا شركة تيك توك بتقديم محتوى ضار، وذلك خلال استجواب الرئيس التنفيذي للتطبيق المملوك للصين بشأن التأثير الهائل للشركة على المراهقين في الولايات المتحدة. قالت الصحيفة إن الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك من جانبه حاول تهدئة مخاوف الأمن القومي المتزايدة بشأن تطبيق الفيديو المملوك للصين، لكنه واجه استجواباً مفتوحاً أمام الكونغرس استمر 5 ساعات، ما يسلط الضوء على مستقبل التطبيق الشعبي المحفوف بالمخاطر في الولايات المتحدة. ترى الصحيفة أن ظهور الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك أدى إلى دفع تطبيق تيك توك بشكل أعمق إلى مواجهة جيوسياسية، حيث يتزايد الدعم لحظر التطبيق بين المشرعين والجمهور الأمريكي. أضافت الصحيفة أن الحكومة الأمريكية كانت قد طلبت من شركة بايت دانس ومقرها الصين بيع أسهمها في تطبيق تيك توك واسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، بينما أعربت بكين عن معارضتها الشديدة لأي عملية بيع قسرية لتيك توك تفرضها واشنطن. توصلت الحكومة الكندية لاتفاق مع واشنطن بشأن الهجرة غير النظامية، مما سيسمح لأوتاوا بإغلاق طريق روكسهام الحدودي. صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان
الولايات المتحدة وكندا تتوصلان لاتفاق لتحويل مسار طالبي اللجوء. نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي مطلع قوله إن الولايات المتحدة وكندا توصلتا إلى اتفاق يسمح لكلا البلدين بتحويل مسار طالبي اللجوء على حدودهما في وقت تصاعدت فيه موجات الهجرة. وبحسب الصحيفة فإن الصفقة التي من المقرر أن يعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت لاحق ستسمح لأوتاوا بإعادة المهاجرين القادمين عن طريق روكسهام الحدودي. أوضحت الصحيفة أن طريق روكسهام لا يعتبر معبراً حدودياً رسمياً ولا يوجد موظفون يتبعون سلطة المعابر، فقط هناك ضباط شرطة يلقون القبض على من يعبرون الطريق، لكن مع ذلك أصبح معروفاً كنقطة يمكن الوصول إليها من الولايات المتحدة لدخول كندا ومن ثم طلب اللجوء. شهد العام الماضي تسجيل أعلى نسبة تدفق للمهاجرين إلى كندا عبر طريق روكسهام، حيث جذبت هؤلاء آلاف من المهاجرين سمعة كندا على صعيد إغاثة الفارين من ويلات الحروب والصراعات، إلا أن هذا التدفق للمهاجرين انتهى إلى أحباط متنام على جانبي المعبر. إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.